كيفاش يقول الاخرين بالله راك انت شيات وخلي يقول لي شيات. انا اعتز ان اكون شيات للوطن تاعي، اعتز ان اكون شياتا للمواطنين وننظف لهم الطريق، لان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الايمان اماطه الاذى عن طريق، اللي يهز الاذى عن طريق الجزائريين هذا من شعبه من شعب الايمان. انا اعتز ان اكون شياتا في الطريق انظف الطرق للجزائريين، اعتز ان اكون شياتا للجزائريين اسمع منهم النقد واسمع منهم النقائص وانقلها للمسؤولين. انا سعيد ان اكون شياتا دفاعا عن دولتي، دفاعا عن مؤسسات دولتي، دفاعا عن جيشنا، دفاعا عن اجهزتنا الامنيه، دفاعا عن وحده شعبنا، دفاعا عن مصالح امتنا، دفاعا عن الفقراء، دفاعا عن الارامل، دفاعا عن الايتام. انا سعيد على البطالين، انا سعيد اذا كان الشتاء هذه هي يقصدوا بها الشتاء، نعم الشتاء، واللي يدير هذا الشتاء هو شيء شعبة من شعب الإيمان، لأن هذا باب من أبواب إماطة الأذى على الطريق. والفقهاء يقولوا مش فقط كي تلقى لهنايا بونتا ولا باطا نتاع دخان ولا حاجاك ورقة مرمية ولا خرعة نتاع غازوز فارغة وتنظف بها الطريق، حتى كي تنظف المجتمع من إنسان مرتشي، كي تنظف المجتمع من إنسان فاسد، تسميها شيتا بس أنا نسميها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى من الحكومة، إماطة الأذى عن الولاد، إماطة الإداء من الإداريين، إماطة الإداء من الفاسدين، كل واحد واش يسميها.